زيادة عددية دلوقتي للوحدة. تمرير، يلعب الكرة حلوة قوي، بارباش ريشة، يرجع الكرة هرنانديز، ايده قوية، يلعب الكرة لريشة من الجناح اليمين، يحرز الهدف ريشة. يحرز الهدف، عملها كويس قوي من فوق دماغ الحارس، رائعة رائعة. بارباش حسام، بارباش زيادة عددية، تمريرة 100 100، وريشة المرة دي يلعب الكرة كويس قوي ريشة. أحمد نبيل مدربه لعب في الطيران، والبداية عند ريشة من هشام طارق برضه كانت في الطيران، من ناشئين نادي الطيران من صيف 2019، قادم من هليوبلس يلعب للوحدة. مرة تانية عايز يجري حسام، يمرر الكرة على طول، مجدي هلالي، هرنانديز يلعب الكرة في اليمين عند ريشة، يطير كمان ريشة. سبعة، انضم الفترة فترات لمنتخب الشباب ريشة لمصر. تمرير، يلعب الكرة هرنانديز، يلعب الكرة حلوة قوي لريشة من الجناح اليمين، يستلم الكرة حلوة قوي ريشة، بص هنا يستلم الكرة بصعوبة ويحرز الهدف بمهارة ورشاقة بعجوبة. يستلم الكرة من على الزاوية الأرضية، يعني الكرة مش هدف ربيع، وتصويبة قوية وحائط صد، ويروح ريشة، باقي 5 ثواني، 3، ويحرز الهدف مش ببساطة ريشة في آخر ثانية. 17-8 عن طريق ريشة. الدايرة، يسيب الكورة، عايز يعدي، يعمل الخطورة، يقف قدامه كاس قوي ويشوط الكورة قوية، تيجي في العارضة تروح، الهجمة السريعة في الجناح والمرمى خالي بنجاح. ثانية، تمرير خط خلفي، يطلع يسيب الكرة يشوط، لكن يتصدى كويس بحط صد، عمرو عبد السلام يلعب الكرة الريشة، يا سلام يا سلام، السرعة من اليمين لريشة، يطير كمان ريشة، عملها حلوة قوي حنفي، ويشوط الكرة، وعمرو عبد السلام يمسك الكرة ويمنع الخطورة، تروح لريشة في اليمين، يا سلام يا سلام، السين السين، الكواسر في صالة الجوهرة، أداء فيه السرعة ومهارة ريشة، يحرز الهدف. 27 سنة بدأ مشواره مع كرة اليد مع ناشئ الطيران، مواليد 94، انضم لمنتخب الشباب لفترة 20 20، طالعين لبره، باقي ثواني، الجمهور يلعب الكورة تروح، ويلعب الهدف فريق، يلعب الكرة في آخر ثانية ويحرز الهدف هشام، عملها كويس قوي ريشة من الجناح بنجاح، يحرز الهدف 29، عملها رائعة رائعة رائعة. 29، يوسف الفريدي قاري سابق، ومراقب ثاني صالح السلطان أيضا حكم ولي، والهدف الثاني هدف التعديل ياتي، هدف التعديل ياتي من خلال 14، في تردد بين حسين المحسن ومختار، بين حسين وانا صادق، صافره موجوده، اشاره الحكم تقول 4 خطوات، مرتد الان، مرتد الوحده وعدني، وبالتالي الان مطلوب من الوحده الان ان يوسع الفارق الى 2، اذا استطاع، طبعا هو منقوص عدديا، ولكن بالتاكيد هو يبحث عن اضافه الهدف الثاني. مجدي سلسله وصلت، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام عليك يا هشام، وبالتالي شكل خطوره، يحتاج المحيط انه يلعب دفاع متقدم، يا الكسندر اذا عدى بشكل المروحه الخارجيه بالتالي هو مصدر قلق ومصدر خطوره على دفاعات المحيط. الكسندر ايضا سلسله جميله الى حنفي، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، ممتع حتى الان، ممتع حتى في المحيط لم يستفج من الاخطاء، فيها خطوات وفيها ايضا دخول بقوه، دخول اذا خطا عكس.
آسيوية وقارية وعالمية كثر يعني الآن كرة اليد يعني أنا أشوف فريق واحد في المنطقة الغربية وهو فريق أو عفوا فريق في مدينة جدة وفريق في لحنفي ترجع مرة أخرى متابعة رائعة كرة رائعة.